وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم الفاضل يسأل يقول: رجل بجواره مسجدان، فيصلي أحيانا التراويح في أحد المساجد في يوم، مثلا وليكن يوم السبت، يصلي التراويح في هذا المسجد الذي بجواره ويصلي التهجد في مسجد آخر، وفي يوم الأحد العكس، يصلي التراويح في المسجد الآخر ويصلي التهجد، يصلي التراويح والتهجد في المسجد الذي صلى فيه التراويح بالأمس، فهل ينطبق عليه حديث من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، أم لابد أن يصلي مع إمام واحد؟ الحديث هو حديث أبي ذر عند الخمسة، أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه: من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. المقصود به التراويح، المقصود بها التراويح التي تكون عقيب العشاء، وليس التراويح الأخرى أو ما يسمى يسميه المتأخرون القيام أو التهجد. المقصود بهذا الحديث هو قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فدل أن المقصود به هو التراويح التي تكون عقيب العشاء في رمضان، هذا هو المقصود به، سواء كان صلاها في مسجد الذي بجواره أو في المسجد الآخر أو صلاها في مسجد قرية بعيدة أو إلى غير ذلك، طالما صلى العشاء مع إمامه وصلى التراويح مع نفس الإمام هذا هو المقصود، لكن ليس له أن يصلي العشاء مع إمام ثم يذهب ويصلي التراويح مع إمام آخر في نفس اليوم، لا، لابد أن يكون إمام العشاء والتراويح في مسجد، في نفس المسجد أن يكون العشاء والتراويح في نفس المسجد، هذا هو الذي يقصد بهذا الحديث: من صلى مع إمام حتى ينصرف، يعني مع إمام الذي صلى معه العشاء. طيب يسأل يقول: طيب يعني لا، لكن إمام العشاء مرات يكون غير إمام التراويح، ما في مانع، المهم أن نفس المسجد الذي صلى فيه العشاء يصلي فيه التراويح. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في عشية يوم السبت لثمان باقين من رمضان لعام 43 و400 ألف من يتعدنا عليه الصلاة والسلام.